العظمة الثالثة من عظام اللور لم هي جزء من السكيلتون اوف ذا ليج. ليج اللي هي منطقة الساق. في الساق اللي هي الليج لا سكيلتون مكون من عظمتين اتنين، عظمة كبيرة تقع على الميديال سايد واسمها تيبيا، وعظمة صغيرة تقع على اللاترال سايد اسمها الفيبيلا. التيبيا هي العظمة الكبيرة اللي بتشكل الميديال سايد اوف ذا سكيلتون اوف ذا ليج. اذا مسكنا الراي التيبيا ونظرنا اليها من الانتيريور فيو علشان نقدر نوصف ملامحها التشريحية، هنقول ان دي لونج بون. لماذا كانت التيبيا لونج بون؟ لان لها اتنين اند اند شيفت. الاند الاولى هي الابر اند، والابر اند له هذا الشكل، وهذا الشكل هو عباره عن تو كوندايلز تو كوندايلز. ادي الميديال كوندايل، وعلى اللاترال سايد دي اللاترال كوندايل. ايه اللي خلاني اقول دي الميديال ودي اللاترال كوندايل؟ في ملامح اخرى لما تظهر هنحدد. طيب اتنين كوندايلز، واحده ميديال وواحده لاترال. سلايتلي بيلو زم من الامام هنجد في بروز سلندريكال اسمه تيبيال تيوبوروزيتي. يبقى الابر اند اوف تيبيا مكون من ثلاث حاجات: ميديال كوندايل، لاترال كوندايل، وتيبيال تيوبوروزيتي. يلي الابر اند الشافت. الشافت تعرفها زي ما هو موجود في كل اللور في كل اللونج بونز، انها سلندريكال ماس اوف بون. هذه السلندريكال ماس تقريبا اوف بون اللي بتكون الشافت لها ثلاثة بوردرز وثلاثة سيرفيسز. الثلاثة بوردرز الميديال بوردر على الميديال سايد، واللاترال بوردر على اللاترال سايد، والانتيريور بوردر من الامام. نشوفه مع بعض الانتيريور بوردر ماشي فين، ماشي بادي فين، وهيمشي ازاي ورايح فين. نشوف كده على حسب الرسم. بادي من النقطة ديت من عند التيبيال تيبوروزيتي، وماشي في الامام، وينزل اكروز ذا شافت من الفرنت، ثم يتجه الى الميديال سايد، ويعمل حاجه مع اللور اند. هذا البروز اللي اسمه هذا البوردر اللي اسمه الانتيريور بوردر هو كان اوضح وابين من الميديال واللاترال بوردر بما يشبه الذقن في الوجه، علشان كده سموه شن شن اوف تيبيا، يعني دقن التيبيا، وده من السبكوتينيوس بارتس اوف ذا تيبيا. دول التلاتة بوردرز. طب التلاتة سيرفيسز. السيرفيس الاول هو الميديال سيرفيس، يقع على الميديال سايد، والسيرفيس الثاني هو اللاترال سيرفيس، يقع على اللاترال سايد. اما البوستيريو سيرفيس فلا يمكن رؤيته من هذا الوجه. ليه؟ لان الوجه ده هو الانتيريور فيو، فمش هيبان منه البوستيريور سيرفيس. البوستيريور سيرفيس يظهر فقط من الخلف. نيجي لللور اند. اللور اند اوف ذا تيبيا مكونه من جزئين اثنين. الجزء الاساسي بتاعها يقع على اللاترال، الجزء الاساسي بتاعها اللي هو امتداد الشافت، اما الجزء الاخر هو داون وورد برولونجيشن، يقع على الميديال سايد، واسمه الميديال ماليولاس. ماليولاس باللغة العربية معناه الكعب. اذا كعب الرجل هي الماليولاس. انا عندي ميديال ماليولاس هي امتداد سفلي داون وورد برولونجيشن للور اند على الميديال سايد، وده اللي على اساسه بيحدد الميديال دايركشن، واللي على اساسه انا قلت في الاول خالص ان دي الميديال كوندايل، لانها تقع في نفس الاتجاه اللي موجوده فيها الميديال ماليولاس. اما على اللاترال سايد فكانت العظمه الاخرى تقع في هذا الموقع اللي اسمها الفيبلا، وبتنتش لها جزء من هنا وتعمل نوتش. نوتش يعني ديسكونتينيويشن از ذا سيرفيس اوف بون، سطح العظم بيبقى مقطوع. هذا القطع بيسميه نوتش او منتوش، يبقى فيبولار نوتش. ده على اللاترال سايد. ديت الملامح التشريحيه للرايت فيمر
من على الانتيريور فيو. طب اذا جينا نظرنا من البوستيريور فيو، يعني اخد العظمه ديت واقلبها ورا، فنجدها كلونج بون لها ابر اند عباره عن اثنين كوندايلز اند شافت، ادي كوندايل لاترال وادي كوندايل ميديال. طيب الكوندايل اللاترال كان بتتميز بان يوجد عليها هاف سيركل عباره عن مكان الارتكيوليشن اوف ذا هيد اوف فيبولا في هذا المكان، ويسموه فيبولار فاسيت. اما الميديال كوندايل من الخلف فكان يوجد عليها ترانسفيرس جروف بيدي اتصال نهائي العظمه اسمها سيمي ممبرونوزس، وكان الانسيرشن او سيمي ممبرونوزس ويسموه سيمي ممبرونوزس جروف. اذا انا عندي الابر اند من الخلف، ابر اند اوف تير من الخلف عباره عن اثنين كوندايلز، لاترال كوندايل عليها فيبولار فاسيت وميديال كوندايل عليها سيمي ممبرونوزس جروف. مين اللي غاب هنا؟ اللي غاب هنا التيبيال تيبروزيتي، لان التيبيال تيبروزيتي لا يوجد الا في الامام، اما من الخلف مفيش تيبيال تيبروزيتي. في مين؟ في الشافت تنزل بعد كده على طول، فنجد الجزء الثاني اللي هو الشافت سلندريكال ماس اوف بون. تعالوا شوفوا ملامح التشريحيه بتاعت الشافت اوف ذا تيبيا من الخلف. هنجد عندي هنا هو ده الخلف اللي هو البوستيريور سيرفيس، السيرفيس الثالث اللي كان ما ظهرش هنا، انا ظهر الميديال سيرفيس وظهر اللاترال سيرفيس من الامام، اما من الخلف البوستيريور سيرفيس ظهر عندي واضح اهو. ده البوستيريور سيرفيس، ده اللاترال او الايه اللاترال بوردر اللي بيسموه انتر اوسياس بوردر، انتر يعني بين اوسياس العظام، لان في هنا عظمه ثانيه اللي اسمها الفيبولا، فاللاترال بوردر هو نفسه الانتر اوسياس بوردر، وادي الميديال بوردر بتاعنا اللي هو الميديال بوردر، ده البوستيريور سيرفيس. ايه اللي موجود في البوستيريور سيرفيس؟ اذا نظرنا كده هنجد ان في اوبليك لاين بينزل من عند الفيبولار فاسيت ويمشي داون ووردز اند ميديالي. هذا الاوبليك لاين يسموه سوليال لاين، يسموه سوليال لاين، ينزل من منتصف هذا السوليال لاين هينزل لاين اخر يمشي فيرتيكال فيسموه الفيرتيكال لاين. ان الفيرتيكال لاين يقسم البوستيريور سيرفيس الى تو هافز، الى تو بارتس، لاترال بارت وميديال بارت. بعد كده هنيجي لمين؟ اللور الاند. طب قبل ما اتكلم عن اللور اند عاوز ارجع تاني واقول ان الانتيريور بوردر اللي كان اسمه اوشين اوف تيبيا از ابسنت هنا في المكان ده، كان مختفي وحل محله لاين خفيف اسمه فيرتيكال لاين. كذلك التيبيال تيبروزيتي اللي كان موجود في الامام اختفى في الخلف وحل محله السوليال لاين. نرجع بقى على اللور اند. اللور اند اللي كان اهم ما يميزها هو وجود داون وورد برولونجيشن على الميديال سايد واسمه ميديال مالولس. من الخلف كان يوجد عليه جروف يقع على الباك اوف ميديال مالولس اسمه مالولار جروف. واخيرا هنجد مكان اتصال الفيبولا على اللور اند في صوره نوتش اسمه فيبولار نوتش. هذه هي الملامح التشريحية والتضاريس الجغرافية لعظمة التيبيا.